لكم حضورنا الكريم مجدداً في ورشة مشروع المؤسسة العالمية للمصادر التعليمية مركز الخدمات التعليمي للمصادر الخاصة للعامين الدراسيين 2017-2018 وعام 2018-2019 لتاريخ 30 أبريل 2017. أول برامج الورشة هي كلمة ترحيبية ونبذة تعريفية عن مشروع المؤسسة المتحدة العالمية للمصادر التعليمية، يقدمها لكم الدكتور جلال بن صالح بن سعيد الحضرمي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المشاهير العالمية القابضة وأيضا مؤسس شركة حدش الوطنية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، الفاضلة الأستاذة فاطمة الخروصية مستشارة معالي الدكتورة وزير التربية والتعليم، الحفل الكريم. أول شيء أبدأ أرحب فيكم لقدومكم وحضوركم اليوم، بس أعطوني ثواني بس أتكلم بالإنجليزي لغير الناطقين باللغة العربية. Ladies and gentlemen, a very good morning. Thanks a lot for attending today. It gives us a lot of pleasure and an honor to welcome you to Oman for those who flew in just for the event. Today we'll be launching UGR, which stands for the United Global Educational Resources. I'll be speaking in Arabic. Hopefully you could have a look at the slides behind my back. That will be in English. There will be a Q&A session after my speech for 5 minutes if you have anything to say about or in regards of UGR, as we call it. All right? So I'll start. بسم الله بنبدأ بالعربي الحين عاد. إنزين. فأتمنى الفرحة تكون على وجه كل حد. لحنا نحب الفرحة طرانا. مش السعادة بس. All right? Yeah, we look for happiness, not satisfaction. So hopefully we will have, we'll do our best to achieve that. Just النبذة التعريفية عنا نحن. نحن طبعا شركة المشاهير العالمية القابضة، مقرنا في دولة الإمارات، الحمد لله تأسسنا في 2009، والله سبحانه وتعالى رزقنا ونجحنا الحمد لله. الآن عنا شركة مواثيق أيضا في نيويورك، والحمد لله الأسبوع الماضي هونغ كونغ. حدش الوطنية هي أول نتاج لنا في عمان، يعني بعد اكتساب خبرة 10 سنوات في أسواق دولية حاولنا أن نأسس شيء في عمان ونوضع فيه الخبرات اللي اكتسبناها من الخارج. فالمشاهير العالمية تتكون، هذه الجوائز اللي ربحناها ألف حمد وشكر لله. طبعاً البزنس موديل مالنا أو النموذج التجاري مالنا هو اللي سمح لنا أن نوصل لهذه الجوائز. هذا هو النموذج نفسه اللي بنسويه في عمان إذا أحيانا المولى. حدش الوطنية طبعاً تم تأسيسها، أصلاً هي أول شركة حالي في عمان في 2006، بدايات بسيطة كانت، وفيما بعد قبل أن انتقل الإمارات خلاص جمدناها الشركة. الآن لما رجعنا أعدنا إحياء هالشركة، وطبعاً الآن يندرج تحتها، وتخصصنا في مجال القرطاسية والمصادر التعليمية. طبعاً فعلياً أوفيشلي بدأنا في عام 2015 في ديسمبر 2015، والآن بالحمد لله وتوفيقه يندرج تحتها لوازم يلي هي العلامة التجارية أو الجزء العلامة التجارية اللي يختص في المصادر التعليمية والمناهج. أيضاً دار حدش للنشر، هي أول دار نشر في دول مجلس التعاون تعنى فقط بنشر وتأليف المناهج التعليمية، وبنتكلم عنها في لاحقاً. وآخر شركة اللي هي أوجر. أوجر الناس للأسف، وهذا اللي حبيت أتكلم فيه اليوم، الناس تنظر إلى أوجر وعلى أنها شركة أو مؤسسة. إنزين، وهذه النقطة أيضاً بوضحها باللغة الإنجليزية بعد شوي. أوجر هي عبارة عن مشروع تبنته 5 شركات أو 5 موزعين عمانيين تحت مظلة أوجر. تأتي 5 شركات يعني خبراتها من 23 سنة إلى اليوم. إنزين، السبب اللي هم جيوا تحت هذه المظلة أنه نحن حاولنا نعطي فرصة للشركات الصغيرة المتوسطة في السلطنة تكتسب من خبرتنا، خبرتنا الدولية طبعاً، فأعطيناهم المجال أنه يجوا تحتنا. أيضاً في نفس الوقت أحد أهداف أوجر هي محاربة القرصنة، فأنت تحارب القرصنة أنك أنت تجيب الناس الموزعين اللي عندك تعطيهم القوة المالية، الخبرة التجارية، على أساس يقدر هو الآن ينافس، صح ولا لا؟ كشركة عملاقة لحنا الحمد لله نملك شركة لوجستية أيضاً. فالآن أي رائد أعمال، أي شركة عمانية موزعة للكتب تقدر تجي تحت مظلة هذه الشركة ونعطيها كل خدماتنا مجاناً، وأيضاً نفتح لهم سوق خارجي. للأسف يلي وصلنا كلام الاحتكار وغير الاحتكار، السوق مفتوح، ويلي يريد ينضم لأوجر يحيه كما يقول العمانيين. إنزين، فأنا بس حبيت أوضح هذه النقطة.
لحنا كشركة أوجر أو كمشروع أوجر ما نمنع حد ما يجي تحت المظلة، ونتمنى أنه لحنا نحاول نتكلم عن الأسعار وما أسعار وهذه الأمور في خضم المحاضرة. طبعاً من هي حدش الوطنية؟ شركة عمانية ماء في الماء، لحنا لا تجارة مستترة ولا وجه كفيل وتحت جنسيات أخرى، وكشركة عمانية في زمن السلطنة والتوجيهات السامية لمولانا المعظم بالشراكة الفعلية بين القطاع والخاص، أنا أحب أفتخر أنه هذا من أحد المشاريع يلي تنظر للأمور من هذا المنحنى. لحنا هنا لنطبق نظرة سامية، لحنا هنا عشان نتشارك مع القطاعين الحكومي والخاص، سواء كانت الوزارات المعنية أو سواء كانت المدارس الخاصة أو الحكومية أو أيضا الموزعين حتى المنافسين ودور النشر طبعا اللي هم مشرفيننا اليوم. So basically what I was telling everybody is that Hadash National started in 2015 in December 8th actually, and we specialized and we had our own brand called Lawazim. Lawazim looked after stationery, student resources. We grew up then to have our own publishing house, House of Hadash, which we're looking to start publishing books in cooperation with international publishers, hopefully one day, so we can have an international curriculum that's based on our kids, based on the needs of our kids, based on what we aspire to achieve in the vision of His Majesty and the vision of the country. After that, we went into Uyghur. Unfortunately, a lot of people thought Uyghur is a company. It's not, it's a project. Uyghur basically is the umbrella under which five current distributors operate. They operate autonomously. We don't have direct control or shares in them, but if they join Uyghur, they have to go by the bylaws, business ethics, and our governance. That way we fight piracy. That way we get them an open market. We give them the chance to grow with us. We are considering ourselves one of the biggest, hopefully, if not the, one of the biggest, if not the biggest, inshallah, very soon, in the Middle East. And this is a pride for Oman. And this is what we want entrepreneurs to see. You have a chance as a Omani, all right? And Omanis are capable of achieving whatever they want, if they aspire, if they work hard, and if they apply the right knowledge. So basically, الهدف والرؤية مالنا طبعاً هو أن نصبح أحد أفضل الشركات والخيار الأول والأخير إن شاء الله تعالى في يوم الأيام للمدارس الخاصة من ناحية القرطاسية أو المصادر التعليمية إن شاء الله، مش بس في عمان إنما في الخليج، دول الخليج العربي في 2018 والشرق الأوسط. هذه الرؤية وضعت في عام 2015. الآن نحن اليوم نتكلم معاكم والحمد لله وصلنا الشرق الأوسط، فهذا كان طبعا بدعم، والواحد ما ينسى فضل الناس طبعا، هذا كان بفضل الشراكة الحقيقية مع القطاع الحكومي، وأعني هنا بالقطاع الحكومي وزارة التربية والتعليم اللي كانت سباقة في هذا الموضوع. وزارة التربية والتعليم سهلت لنا العقبات وتفاهمت معنا وتخاطبت معنا إنه إيش مشاكل الناس في السلطنة، وبنتكلم عن المشاكل سريعاً. قيمنا، our values وقيمنا، هذه من أهم الأشياء عنا، هذه ورثناها من المشاهير العالمية. Those values came down and we operate through them in Celebrity Global Holdings in every company we've started since 2009. قيمنا هي اللي المفروض الناس تفهمها. أولها الشفافية، لحنا ما عندنا شيء نخبي. لهذا لحنا وعدنا الوزارة وكأول أول موزع على مستوى العالم يمكن، وأعتقد دور النشر أيضاً يعرفوا هالشيء، لحنا بنشارك مع الوزارة أسعار الكتب العالمية سنوياً في شهر يناير بعد صدورها من دور النشر. وبنحدد السعر كسقف. الآن الموزع الحق يبيع أقل لكن ما يقدر يبيع أكثر. فهذه هي نوعية من الشفافية مالنا مع القطاع العام والقطاع الخاص. الشيء الآخر، لحنا نشجع التناغم والانسجام بين المعنيين، الجهات المعنية حكومية، سواء معنيين خارج الشركة أو داخل الشركة. لحنا نحب نتخاطب. الشركة لما بدأت لحنا درسنا السوق 9 أشهر، تخاطبنا مع المدارس الخاصة، في منها ممثلين اليوم أحد بعضهم زبائننا في السنة الماضية، تخاطبنا مع الوزارة، تخاطبنا مع دور النشر، تخاطبنا أيضا مع المنافسين، فهمنا إيش مشاكلهم، كيف نقدر نطور السوق العماني، كيف نقدر ننعش هذا السوق ونكتشف قطاع للأسف ما بقول مهمل، لكن نظر له على أنه فقط استثمار في قطاع التعليم هو استثمار في المدارس أو الكليات، إنشاء مدرسة أو كلية، وهذا غلط، لأنه قطاع التعليم ليس فقط مدارس وكليات. أيضا لحنا نحب أن نروق السعادة والفرحة على وجوه الناس، نحب الناس دائما مبتسمة ومبسوطة، إنزين،
بس عشان توصل للفرحة، أنا لما تكلمت بموضوع الفرحة والسعادة في 2010 الناس ضحكت، لكن الآن موضوع السعادة صار شيء دولي وعالمي. أنت سهل ترضي الإنسان بس صعب تسعده. العميل أو الوزارة أو أي حد تتخاطب معاه لما يكون سعيد بشوفتك أو شوفت موظفينك، هذا الإنسان دائما بيرجع، ما يهمه حاجة أخرى. تمام؟ أيضا لحنا نحب الحلول الخلاقة، نحب الإبداع، نبي نشوف الإبداع. زين، لحنا لما نشوف التقارير الدولية، تقرير التنافسية الدولية عن السلطنة، لحنا نحب نشوف أن العمانيين مبدعين، وهذا الشيء يبدأ من المدرس. المدرس هو إذا مبدع يقدر يخلي الطالب مبدع، والإنسان العماني المبدع البايونير كما نسميه، هذا الإنسان هو مستقبل عمان. المقام السامي من 1970 ينادي بتطوير الموارد والكوادر البشرية، هذا هو التطوير، ونحن نطمح إن شاء الله نكون أحد الناس المساعدين في هذا الشيء. طبعاً آخر شيء creation of shared value، الناس تتكلم عن القيمة المضافة، عتيقة صارت. نحن نتكلم عن تكوين الشيرد فاليو، القيمة المشتركة، كل حد لازم يشترك في القيمة، مش بس لما نتكلم عن بلد. البلد هي قطاعات، هي ناس، هي أشخاص، هي مؤسسات، هذا اللي احنا نطمح له. طبعا بعد دراسة السوق وجدنا انه في مشاكل، طبعا تكلمنا مع المعنيين وجدنا في مشاكل. ايش هي المشاكل اللي كانت موجودة في السوق؟ كانت في مشاكل ضعف اللغة الإنجليزية في الطالب. خلينا نكون واقعيين، احنا ما نبغى نجمل او نرطب الامور هنا. انزين، ضعف خريج التعليم العالي في اللغه الانجليزيه، ضعف الخريج من المدارس الثانويه العامه في المهارات في اللغه، اهمها اللغه، لانه الانسان قاعد يدخل يدرس اللغه الانجليزيه فيما بعد. ضعف اللغه سبب في ضعفه في الجامعه او الكليه، وبعدين لما يتخرج هذه احد الاسباب، انه القطاع الخاص يرى مشاكل لما يجي يعين العماني. العماني ما في أي حاجة تنقصه من إبداع ومن ذكاء، لكن قد تنقص اللغة. فهذه كانت أول المشاكل اللي بغينا احنا نتكلم عنها، وعشان كذا لما بدينا نألف، أحد الأشياء اللي بدينا نألفها هو منهاج اللغة الإنجليزية مبني على قدرة الطالب أو المواطن الخليجي وليس فقط العماني. المشاكل الأخرى اللي وجدناها أيضا lack of skills in graduates، المهارات، مهارات الاي تي أو المهارات الفردية، الذكاء الاجتماعي، شيء ناقص معانا في المدارس، وهذا هو اللي تسويه حدش. لحنا نتخاطب مع دور نشر إذا متخصصة في هذا الموضوع، نشوف نحاول نشتغل معها. واليوم في دار نشر وأتشرف فيهم من البحرين، أحد أوائل دور النشر اللي تتكلم عن هذا الموضوع، وهذا الشيء عجبني، ويتمنى أنه المدارس والطالب العماني ينظر له والأهل أيضا. طبعا عندنا poor business ethics، المقصود فيها أنه الطالب لما يتخرج ما عنده معرفة في التجارة، ما عنده أخلاقيات، اللي مش مو هو ما عنده الخلق، لكن تنقصه هذه الأخلاقيات، وهذا كله مذكور في تقارير عالمية أيضا عن السلطنة. low self esteem، للأسف الطالب لما يحس عمره غير متمكن شخصيته تضعف، معنوياته تضعف، ما يريد يشتغل، ما يريد يبدع، متململ. لحنا هذه الأشياء اللي بدينا نشوفها في السوق. طبعا غلاء سعر الكتب، احتكار بعض دور النشر وليس الشركات العمانيه للاسف. انزين، للاسف الناس تكلمت عنها كشركه ونست انها تتكلم عن احتكار بعض دور النشر. لهذا لما بنجي نتكلم عن الحلول اللي قدمناها هذه السنه كانت محاوله كسر هذا الاحتكار. طبعا للاسف قطاع الموردين للمصادر التعليميه تفشت في التجارة المستترة. زين، وللأسف كانت كلها شركات فردية، شخص واحد، ما في أي قيمة مضافة لا للوزارة ولا للمدارس. أهمل المدرسة، وظيفته صارت تكرموا على هذه الكلمة بياع، يأخذ طلب الشراء يرسل لدار النشر ويوفر الكتاب. وللأسف بعض دور النشر عقبها هذا الموضوع، لأنه ما حد قام يريد يكلفها أنها تعطي البلد. المشاكل الأخرى موجودة، مشاكل عدم الكفاءة في توصيل الكتب، تأخر وصول الكتب، المدارس إذن تضايق الوزارة بطلب إذن أنها تتأخر في البدء، مما يؤثر على الطالب، لأن المدرس لازم يستعجل لإنهاء المنهاج. كل هذه الأشياء شفناها ترى في السوق. أيضاً وجدنا الموردين، بما أنه شركة رجل واحد أو تجارة فردية،
فأيضا كان ينقصه القدرة المالية، هو ما عند المادة على أساس يقدر هو يتفاوض مع دور النشر، على أساس هو يقدر يوفر السيو أو يلي ما يسمى الدين للمدرسة، يخلي المدرسة تدفع بالأقساط. فعادة بعض الموردين كان يطلب بالذات إذا من خارج السلطنة الدفعة مقدمة، مما يثقل كاهل المدرسة، أو إنه لما يوصل الكتب في عمان يطلب المبالغ مقدمة. إنزين، فهذا الشيء أثر على المدرسة ويأثر على ولي الأمر. أيضا وجدنا إنه بعض دور النشر كانت محتكرة على شركات من خارج السلطنة من دول مجاورة، محتكرة بالكامل، محتكرة. ولما تيجي تبيع في السلطنة، وللأسف في أشخاص كنت أتمنى حضورهم اليوم عشان يسمعوا ذا الكلام، لأنه لما يشتري هو الكتاب المحتكر من خارج السلطنة تصل نسبة الربح لهذيك الشركة 207%، وهذا الكلام أثبتناه أيضا لمعالي الوزيرة الدكتورة. آخر شيء هو يعني هو واحد يخجل منه أن السلطنة هذه السنة صنفت رقم واحد في تفشي الكتب المزورة في الخليج، ورقم أربعة على مستوى الشرق الأوسط. فهذه كانت المشاكل اللي شفناها في السوق. ليش هذه المشاكل؟ ليش المدارس اتجهت للمزور؟ الواحد لازم يسأل نفسه. أول الأسباب هو عدم وجود الثقافة الصح، عدم وجود الثقافة الصح. ملاك المدارس ما تقيدة ودور النشر خارج مسقط بالذات، ملاك المدارس للأسف ما عنده طريقة للوصول للسيولة المالية، فيجد أن الكتاب المقرصن أرخص له من الغالي، برغم أنه في بعض الأحيان كتاب مقرصن يباع أغلى من الحقيقة أيضا للأسف، يعني يستغله صاحب المدرسة. وجدنا أيضا الموردين اللي قابلنا في السلطنة كان بس همهم وتنافسهم يحصل على المدارس الكبيرة العملاقة دفعاتها زينة، ويتنافس على السعر، هم السعر، ما يهمه يقدم قيمة مضافة لا للمدرسة ولا للبلد ولا للوزارة. معظم هذه الشركات كانت درجة رابعة، أي أنها لا تدفع ضريبة للدولة. معظم الشركات كانت تحول المبالغ كتجارة مستترة خارج السلطنة. نحن نتكلم عن سوق قيمته 150 مليون ريال، كم من هذا المبلغ دخل خزينة الدولة كضرائب؟ ولا شيء، ولا شيء. وهذا كلام أنا واثق منه، هذا اللي احنا نريد نعرفه. طبعا بناء على هذا بنينا استراتيجية الشركة، قلنا احنا ما بننافس على أسعار، احنا بننقص تكلفتنا. عشان كذا اشترينا شركة شحن، تعاقدنا مع طيران الإمارات، طائرة كل أربعاء إن شاء الله تعالى بتطلع من الإمارات من بريطانيا إلى دبي، كتب المدارس توصل يوم أحد إن شاء الله، وما نزيد السعر على المدارس. هذه هي، أنت تقلل تكلفتك بقوتك، تتفاوض مع دور النشر وتحاول تأخذ منهم التخفيض الأكبر. عشان كذا طلعنا أوجر، لأن لما يكون تحالف من خمس شركات كلمة الشركة هذه تقوى، الرابطة هذه تكون كلمتها أقوى. لما نطلب منهم يقدموا ورش لحنا نقول إحنا دافعين سعرها، يجوا هم يقدموا الورش. والحمد لله لحنا إلى الآن زرنا فوق 170 مدرسة في السلطنة، هذا كان نتاج من هذا الكلام، طلعنا بهذا الفكر. فلما زرنا 170 مدرسة الحمد لله، حاولنا على الأشهر الماضية وسوينا حوالي 15-16 ورشة عمل للمدرسين طبعا، ومن دور مع مساعدة دور النشر. سرعة التوصيل أهم شيء عندنا، لحنا حاولنا أنه حسب قرارات وآليات الوزارة أنه نعمل ضمن هالآليات، ولحنا نوعد كل حد أنه نوصل الكتب في أقل عن 10 أيام إذا الكتب موجودة في مع دار النشر، وإذا الكتب موجودة في المخازن اللي نحن بنقوم بتخزين الكتب التوصيل بين 4 ساعات ل 48 ساعة. أعتقد إذا في ملاك مدارس هنا بينصدمون، لأنه عادة أي موزع كان يقول لك 4 إلى 6 أسابيع. حلولنا طبعا كانت أنه ننقص تكلفة الشحن عساس لحنا ما نضطر نزيد الأسعار على الخدمات اللي قاسين نسويها، نطالب دور النشر بتخفيض أكثر، والحمد لله هذا اللي صار. فأنا ما مضطر أرفع السعر، لأن ربح الشركة ما زال مضمون من دون ما ينرفع السعر. بالعكس، لما درسنا السوق أسعارنا العام الماضي وإذا في زباين هنا حالنا، كانت أسعارنا أقل من السوق بين 30-45%. في القرطاسية كنا أقل عن السوق ب100%، وهذا الحمد لله. يعني طبعا هذه معظم الحلول، أنا بتكلم بعدين إيش الخدمات اللي نقدمها. آخر شيء بعد ما جلسنا مع كافة المعنيين سواء الحكومة، وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، وزارة القوى العاملة أو المدارس وملاكهم أو المدرسين في بعض الأحيان، وأيضا الموردين ودور النشر، قلنا لحنا بنقسمهم إلى 3 أطراف. الطرف الأول وزارة التربية والتعليم، إيش حلولنا للوزارة؟ إيش نقدر نقدم كخدمات؟ وهذه وعود وليست مجرد كلمات. أولا
اتفقنا معهم أنه دائما نقدر نجيب لهم نماذج الكتب ونعطيهم الأكثر، لأنه للأسف كان قبل اعتماد على دار النشر تقدم النموذج. فإذا دار نشر لا تعلم عن السلطنة أو ما تعلم سوق السلطنة ما كانت تجيب كتبها. والحمد لله أعتقد جماعة دائرة المناهج الخاصة السنة أعطيناهم كثير ما شاء الله نماذج، يعني مثل ما قالوا أغرقناهم بالنماذج الحمد لله. فعشان كذا تروح هذه السنة في دخول دور نشر جديدة، مقررات جديدة، نعطي أشياء أكبر للسوق، نعطي الطالب أو المدرس خيارات بدل ما كان حكرا على بس دارين أو ثلاث دور نشر. أيضا قدمنا للوزارة، لحنا معانا الشركة الحمد لله كان 16 الآن 19 موظف، كلهم معظمهم خلنا نقول الخلفية مالهم مدرسين ومعلمين مخضرمين. لو نجمع الخبرة كاملة الموجودة الآن كمدرسين في الشركة تصل إلى 50 سنة. طلبنا من دور النشر أن يقوموا بتدريب الموظفين على أساس يكونوا مثل استشاريين، نسميناهم الخط الأول، على أساس المدرسة لما تريد تعرف أي حاجة ممكن تتواصل مع الشركة. أنشأنا مركز اتصالات في الشركة عمل 24 ساعة، يمكن لصاحب المدرسة أو المدرس أو حتى الوزارة الاتصال فيه، استفسارك عن كتاب، طلبك لورشة عمل، أسئلة عن معينة، أو أيضا للاستفسار عن وين الشحنة، على أساس لحنا نوفر هذه الخدمات كلها. طبعا حاولنا والحمد لله بمساعدة الوزارة حاولنا أن نكون صلة الوصل بين الوزارة ودور النشر، صلة الوزارة والمدارس إن شاء الله مستقبلا، بس صلة الوزارة ودور النشر. حاولنا نخفف العبء على الوزارة، هذا هنا يأتي القطاع الخاص لما يحاول يوفر على القطاع العام. أيضا لحنا قمنا بالتخاطب مع دور النشر، إذا الوزارة عندها استفسارات، إذا دور النشر طالبة موافقات معينة من الوزارة نقوم بالتخاطب مع الوزارة عوضا عنهم، هم أيضا يعدوا قطاع خاص في النهاية. إن شاء الله تعالى بنقوم بتوفير تقرير سنوي للوزارة يتضمن الكثير، يتضمن أعداد المدارس، ولحنا معانا هذه المعلومات ألف حمد وشكر لله، نعرف كل مدرسة في عمان إيش تدرس في أي صف وأي منهاج تدرس في هذاك الصف، فنقدر نخبر الوزارة إيش هي دور النشر لمناهجها أكثر في السلطنة، نقدر أيضا نخبر الوزارة تفشي القرصنة، نقدر نتكلم مع الوزارة وأيضا نتكلم مع دور النشر، وهذا بنقيله فيه من ناحيتهم هم. طبعا إذا طلبت الوزارة أنه نسوي لها البحث الـ R&D Research and Development كدار نشر، فإذا الوزارة مثل ما تأمرتنا الآن الوزارة طلبوا منا أو أمرونا بالأحرى أن ننظر في تأليف منهاج الأدب والإثراء الإنجليزي مبني على المعتقدات والعادات الخليجية وليس قصص أجنبية، على أساس الطالب يقرأ إنجليزي كنثريات لكن في نفس الوقت هو جالس يقرأ قصص عربية، قصص فولكلور عربي على قولتهم. إنزين، أيضا نفس الحاجة في المواد الأخرى. أيضا بدينا نتخاطب مع الوزارة من ناحية إعادة إن شاء الله تعالى التربية الوطنية، نريد ننمي الولاء في الطالب، وخاطبنا لما تكلمنا مع معالي الدكتورة في أشياء معينة تخص الطالب العماني الآن، وهذا الشيء اللي احنا ننظر له الآن إن شاء الله تعالى. من ناحية دور النشر قدمنا لهم الكثير أيضا، ما نسيناهم، لحنا ممثلين ليهم في النهاية، عشان نحصل على التخفيض منهم لازم نوفر لهم خدمات، عشان نطلب منهم يجي يسوي رش عمل أيضا لازم نوفر لهم حاجة. فمعظم الأشياء اللي قدمناها لهم أنه لحنا نحاول نسهل لهم زيارة المدارس بدل ما يجيوا هم، لأنه للأسف معظم دور النشر خارج السلطنة، ترى ما في ولا دار نشر لها مكتب داخل السلطنة، وهم للأسف أيضا إمكانياتهم ضعيفة، فعندهم موظف أو موظفين يغطي عمان والإمارات وقطر والبحرين ما شاء الله، وعمان واحدة 500 وزيادة مدارس خاصة ما شاء الله تعالى. فلحنا هذا كان هدفنا، لحنا نشوف المدارس المحتاجة زيارة دور النشر، نرتب الزيارة ونقوم بتسهيل الزيارة لدار النشر بالتواصل معهم. طبعا وعدناهم أن نقوم بتخزين نماذج على أساس لو الوزارة طلبتها أو أي مدرسة نقوم بتوفير النماذج فورا. فالحين طلب أمرت الوزارة بأنه في غضون 5 أيام، الحمد لله إلى الآن أطول نموذج أخذ منه يمكن حوالي 5 ساعات، فالحمد لله. إنزين، فهذه أحد تعاوننا مع دور النشر أيضا. نعطيهم لحنا أيضا تحليل سوقي لمناهجهم، إيش مشاكل السوق، إيش ردة فعل الطلاب أو المدرسين بخصوص منهاجه، طبعا هذا بالتعاون مع الوزارة،
الوزارة نحن نحاول نتكلم معها، والوزارة أيضا تخاطبنا في هذا الموضوع، ففي نحاول نسوي حلقة وصل ما بين الجميع إن شاء الله. أيضا نحن نخلي لهم الستوك المختخزين على أساس نحن نوفر عليهم مشكلة أنه يكون الكتاب خارج الطباعة أو ينعاد هذا علي يعود عليهم هذا مثلا بغضب المدرسة أو المدرسة تحاول تغير منهاجهم العام اللي بعده. حاولنا جاهدنا الحمد لله ونجحنا نطلعهم خارج مسقط. هم يزورون صحار، الواحد ما يقدر ينكر، يزورون صلالة كم مرة في السنة. طب وإيش بمدارس قعلان، مدارس نزوة، المدارس في المناطق النائية الخاصة ما حد يزورها، فلحنا نزورها وناخذهم معنا. والحين الحمد لله هي أحد 170 مدرسة اللي زرناها، في دور نشر وايد كانت متساعدة معنا، يعني ما أقدر أقولها لأنه معظمهم موجودين. طبعاً رعاية حفل أو ورش عمل ليهم بالمجان، رعاية مؤتمرات ليهم بالمجان، هذه كلها الخدمات اللي احنا نوفر لهم إياها. ما شاء الله أكثر ناس ترى اللي احنا نخدمهم في دور النشر. طبعاً نتابع لهم الموافقات الاعتماد من الوزارة مثل ما سوينا هذه السنة، إذا في أي مخاطبات من الوزارة لحنا حلقة الوصل بينهم وبين الوزارة بخصوص اعتماد كتبهم، في مشاكل في استفسارات لحنا نقوم بالتخاطب معهم وبالرد عليهم عن طريق الوزارة. الآن نأتي للمدارس، هذا الأهم ناس عنا اليوم. طبعاً خدماتنا للمدارس معدودة وهذه وعود وليس كلام، وللآن الحمد لله إذا حد تكلم من أي المدارس اللي خدمناها العام المنصرم بيعرفوا أن هذا الكلام كان حق. طبعاً لحنا أول شيء نوفر لهم النماذج، مدرسة بس تتصل على الخط الساخن تطلب النموذج بيوصلها النموذج، إذا مش موجود بنحاول نجيبه في غضون 5 أيام من بريطانيا، معظم المؤلفين من بريطانيا ما عدا 3 أو 2 من اليونان وواحد من سنغافورة. طبعاً نحاول أنه لحنا نزور المدارس نفهم من المدارس إيش مشكلتها مع المناهج، وبعدين ننسق مع دار النشر المعني أنه نجيب له إياه لزيارة أو نقوم بإجراء دار نشر ورشة عمل للمدرسين، وهذا اللي قمنا فيه في الأشهر المنصرمة. طبعاً أهم شيء نحاول نثقفهم عن مكافحة القرصنة، ثقافة هذه هي. إيش مشكلة المقرصنة؟ ما حد يعرف طريق، يقول لك هو الكتاب نفسه، للأسف لا، الكتاب ليس نفسه. أنت لما تشتري الكتاب المقرصن هذه سرقة، هذا أول شيء، هذا مال حرام، هذا أول شيء. الحاجة الأخرى، لو يجب أن المدارس تعرف أن الوزارة لما تعتمد منهاج الكتاب يقرأ صفحة صفحة، لكن المقرصن ما حد يعرف إيش مكتوب فيه، فهذا أيضا مشكلة أمنية غير أنها مشكلة اجتماعية. الحاجة الثالثة، لما تشتري كتاب من خارج المنطقة، لأن كل منطقة لها نوع معين من الكتب، المواصفات غير، لما تشتري من الهند مفكر أنه أرخص، طبعا كتاب الهند هو أرخص يباع لك بنفس سعر الخليجي، لكن الكواليتي ماله، مواصفات الكتاب الورق، هذا ظلم للطالب العماني. ليش أنا أعطي الطالب العماني كتاب أقل مواصفاته عن كتاب اللي يستخدمه زميله في مدرسة أخرى؟ فهذه كانت أحد الأشياء اللي قمنا بها، وهذا الحفل وإن شاء الله باكر في صحار وفي صلالة محاولة لترويج هذه الثقافة. We want to educate them about anti-piracy. That's basically it. Because that's how you fight piracy. هذه أحد المحاور اللي اعتمدنا عليها في محاربة القرصنة. أول شيء إنشاء مشروع أوجر على أساس حتى المقرصنين ينضموا لنا، وهذا تم. والناس سألت ليش تأخذوا المقرصنين؟ قلنا خلي الناس تسترزق، خليهم يسترزقوا، لحنا ما نقطع، ما جايين نقطع رزق حد. فالحمد لله وعطونا المخزون مالهم المقرصن وسلمنا لدور النشر، والآن بانتظار أوامرهم كيف نتعامل مع المقرصن، هل نعدمه، هل يأخذوه هم يعدموه، وبالمقابل دفعنا للمقرصن سعر الكتب تبعه اللي اشتراها. فهذا شيء اللي تسويه أوجر. زين، طبعا تكلمنا عن ورش العمل، والحمد لله إلى الآن قمنا بكثير من ورش العمل. إحنا نرفع تقرير شهري للوزارة أو مرات كل 3 أشهر إذا كان الشهر ما كان فيه إيش معلومات كفاية، نرفع لهم تقرير طبعا لدارة المناهج الخاصة إيش ورش العمل اللي قمنا فيها، وأيضا نقوم بنفس الشيء لدور النشر. طبعا إذا المدرسة احتاجت أي سؤال، مثلا الآن المدارس قاسة تختار المناهج مالها، كثير من المدارس يسألنا في منهاج بديل لهذا الكتاب، فكثير من دور النشر توقعت أن هذا تضارب مصالح، والحين بقولها بعد بالإنجليزي عشان يعرفوا هو إيش تضارب مصالح. لحنا لا نجبر المدرسة على شراء منهاج معين، لحنا نعطيهم النصح، نشوف وين مشكلتهم،
إذا عنده مشكلة في المنهاج نجيب له دار النشر ماله، إذا بعده ما عاجب إنه الكتاب بالعمان نتكلم، نجيب له منهاج آخر. What I was trying to say is regarding conflict of interest in the back. Basically, we don't have a conflict of interest. We support the school. We can't force the school for a specific publisher, whether we get a better discount or a better support from them. But we're there for the school. If the school asks and they have a problem with a certain curriculum, we would ask that specific publisher to come down and talk to them. If they are still not convinced, that's when we will offer them other publish or other publications that we would feel suits their interest. So it's up to you publishers to convince them at the end of the day. تمام. فهذا هو اللي احنا نحاول نسويه للمدارس. طبعا محاولة توفير الكتب في من 4 إلى 48 ساعة، وقمنا بهذا الشيء الحمد لله. الآن المخزون أعتقد يوصل على نهاية 5 إذا أحيانا المولى. طبعا بمجرد وجود المخزون نقدر نوفره للمدارس بين 4 إلى 48 ساعة. إذا كان منتهي المخزون نحاول نجيب اليوم في 10 أيام، طبعا من دون إغلاء السعر. هذا الشيء للأسف كان الموزعين السابقين يستغلونه، لأن المدرسة لما تطلب الآن لا تعرف عدد الطلاب الحقيقي اللي بتعرفه بعد بداية العام الدراسي. فكانوا لما يشتروا الكتاب خلنا نقول ب3.5 ريال، لما يجي يشتري حال التكملة فيما بعد يشتري على 4.5 ريال، 5 ريال، 7 ريال. ما مين يدفع هذا الثمن؟ ولي الأمر. مين يدفع هذا الثمن؟ المدرسة اشترت. تأخر في الرواتب، تأخر في دفع الأجارات، نحن ما نريد هالشيء. فنحن وعدنا أن السعر لن يزيد، وفي حماية مستهلك يا جماعة الخير، ترى واحد يزعل. فإذا حد لاحظ أي زيادة في الأسعار فأعتقد نحن في دولة قانون الحمد والشكر لله. طبعاً تكلمنا عن تحديد سعر الكتب على أساس كل الناس تكون سواسية. المدرسة اللي في مسقط سعر كتابها نفس المدرسة اللي خارج مسقط. توفير دفعات مسهلة في مدارس ممكن نوفرها إذا بعد دراسة الكريدت ريتنج مالها. نريد نعرف هذه المدرسة كفء وأهل أنه نعطيها تقسيط ولا لا. إذا المدرسة كان عليها مشاكل مالية فما نقدر، لكن غير هذه المدارس نقدر. فأيضا نوفر هذا الشيء اللي هو الدفع بالأقساط. طبعا والكول سنتر اللي تكلمنا عليه مركز الاتصالات، والحمد لله قبل أسبوع بدأ العمل ويتكلم 6 لغات، عشان اللي باغي يتكلم لغة أخرى. طبعا مثل ما تفضل هذه دور النشر كلها اللي معانا الحمد والشكر لله. طبعا في غيرها ما قدرنا نحط صورهم كلهم، هم 35 دار نشر، أهمها حدش. إنزين هذه شركتكم يا أهل عمان. إنزين فأتمنى ما أكون أطلت عليكم. أنا بترك 5 دقائق فقط للأسئلة على السريع إذا حد عنده أي استفسار تفضل. نحن الآن في طور تطوير المادة مع الوزارة. نعم. نحن الآن الوزارة سبحان الله سباقة، الوزارة خلاص خاطبونا بهذا الموضوع، وعلى العام القادم إن شاء الله تعالى بيكون في منهاج باللغتين العربي والإنجليزي بخصوص آداب والأخلاق وكيفية التعامل مع الناس. طبعا معانا الأستاذة شاهناز، هي اللي مسوية من البحرين، هي اللي مألفة منهاج الذكاء الاجتماعي. أتمنى جاوبتك. أسئلة ثانية؟ شوف أخي العزيز أنا معك، أنا معك. لحنا كمدارس لحنا نتكلم عن شكاوى المدارس وليس عن جودة التعليم في المدارس. هذا الشيء ما يخصنا نحن، هذا يعود لوزارة التربية والتعليم للإشراف عليه. لحنا ما نقدر نقيم المدرسة من ناحية أدائها وطلابها، لكن في شيء بس حاول أقول لك إياه، أنا ما بغيت أذكره إلين يتم. في شهر 9 إن شاء الله تعالى لحنا بنقوم كمركز معتمد لحنا الآن أيضا من جامعة كامبريدج بإجراء امتحانات تقويمية للغة الإنجليزية على مستوى السلطنة، تبدأ من الصف 6، 9، 12، بعدين نهاية سنة أولى تحضيرية في الجامعات والكليات الخاصة والحكومية أيضا، وبعدين قبل التخرج. هذا اللي بيخبرنا التجربة العمانية، لأنه we are benchmarking it على المستوى الخليجي والشرق أوسطي والعالمي. فلحنا نريد نعرف وين إذا في ثغرات، وإذا ما في ثغرات هذا التقرير سوف يرفع وبيسمى خارطة الطريق 2023 إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله بيكون التقرير جاهز، وبيكون أيضا في ندوة بالموضوع في شهر 11 إن شاء الله تعالى.
وبنطلع بتقرير ايش هي خارطة الطريق. لكن من ناحية جودة التعليم ترى انا دارس من دارس عمان تراني، وكل الحاضرين اعتقد خريجين السلطنة، خريج جابر بن زيد وليس مدرسة خاصة. انزين، فاعتقد لا، التجربة العمانية ناجحة، بس انا ما قاعد اتكلم عنها الان، انا اتكلم عن موضوع المصادر التعليمية فقط. انزين، تجاوبتك؟ تسلم. اي سؤال ثاني؟ خلاص مشكورين. والحين تفضلي، اعذريني، تفضلي استاذ. الفارسية؟ فرنسية؟ لا والله احنا ما نألف فرنسي، بعدنا ما وصلنا، لكن الوزارة ايضا طلبت هذا الشيء، لكن جبنا لها دور نشر من لبنان، معنا الاخ موجود في الخلف، هم معاهم مناهج فرنسية، يعني حاولنا نفتح المجال ايضا. زين، فدار نشر سمير ايضا موجودة هنا، وعندهم هم كتبهم في اللغة الفرنسية، لكن الان مؤقتا احنا نحاول نركز على المناهج اللي البلد محتاج تنها الان، اللي هو بالذات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فنحاول نغطي هذه المناهج قبل ان ننتقل لمناهج اخرى ان شاء الله. بس انا احب ان المنهج اللغه الفرنسيه يكون له ارتباط بالاصاله العمانيه. اللي قصدك اثراء. كمنهج اثراء. بس موضوعاته يخص ال هذه تكون في الوزاره من الحاضرين. هم كما يقولوا هم البوس. اتمنى اكون اجبت على اسئلتكم ان شاء الله تعالى، واكون ما مللتكم. ومشكورين على الحضور ان شاء الله. تسلموا، جزاكم الله خير.